لوزارة التموين واللي أعلنت بأنه المجمعات الاستهلاكية بدأت طرح الخراف البلدية الحية بسعر 38 جنيه للكيلو القائم اللي هو الحي، كما أتاحت أيضا إمكانية تقسيط ثمنه على 6 شهور. أضافت الوزارة بأنه مجمعات الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتي الجملة والمصرية توفر أيضا اللحوم الضاني المذبوحة بسعر 55 جنيه واللحوم المجمدة والطازجة بسعر يبدأ من 40 جنيه إلى 60 جنيه للكيلو. أكد خالد حنفي وزير التموين بأنه سيتم إقامة عدد كبير من الشوادر لبيع الخراف الحية ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لإرسال كميات كبيرة أيضا من اللحوم في كافة المحافظات خاصة محافظات الصعيد، سواء لطرحها بالشوادر أو لدى الجزارين من القطاع الخاص تحت إشراف المحافظات ومديريات التموين لبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.